صاحي إذا نادى المنادي فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يدي الله. كيف وقد قادتك الزبانية من بين الصفوف متاطئ الرأس لا تدري إلى أين يؤخذ بك، إلى جنة أم إلى نار؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ينادي الجبار يا آدم فيقول لبيك ربي وسعدي والخير كله إليك. يا آدم أخرج بعث النار، يا آدم أخرج بعث النار. فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل ألف 999 إلى النار وواحدا إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم حينها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. تخيل إذا نودي باسمك وقيل فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يدي الله، فقادتك الزبانية بين الصفوف مطأطئ الرأس واجف القلب خاشع البصر. قال ابن عمر رضي الله عنه: يدني الله العبد منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفة، يعني سترة، ثم يقدره بذنوبه، يقول فلان أتذكر يوم كذا وكذا، أتذكر يوم كذا وكذا. أما من تاب وآمن، أما من لقي الله بقلب منيب، أما من لقي الله خائفا خاشعا فيقرره الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه فلك قال أرحم الراحمين، فإني سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، فإني سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيؤتى كتابه بيمينه فينطلق بين الصفوف ضاحكا مسرورا: ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. النتيجة